بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم متابعين الغيدة. أخبرت خسارة منتخبنا السوري الأولمبي أمام منتخب البحريني في افتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا تحت 23 عام. تفوق المنتخب البحرين بهدفين مقابل هدف على منتخبنا السوري. طبعا خلونا نقول في انتقادات كبيرة كانت اليوم على المنتخب، على أداء اللاعبين، على التوزع، على الانتشار، على الانسجام. أيضا في كان عتب كبير على الحكم، على حكم المباراة السيء تحكيميا وضعيف الشخصية برأيي وبرأي كثير من الناس اللي شاهدت المباراة. قبل ما ندخل بالتفاصيل، بالنسبة للناس اللي ما عم توصل لأشعارات الفيديوهات فصلت ان تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، فتنسى تدعمني بلايك وكومنت. طبعا شوط أول كان سيء جدا من منتخبنا، سيء بكل ما تعنيه الكلمة. ما عم نشوف انتشار، ما عم نشوف توزع بشكل صحيح. اللاعبين كل لاعب بعيد عن الآخر، ما في أي ترابط بين الخطوط، ما عم نشوف اي انسجام بين اي خط وخط اخر. يعني كل خط منعزل عن الخط الاخر، خط الدفاع منعزل عن خط الوسط، خط الوسط منعزل عن خط الهجوم، كل خط بجانب اخر بمكان اخر من المباراة. المنتخب البحريني طبعا استغل هذا الشيء، كان مسيطر نوعا ما افضل منا، كان مركز اكثر منا، ضم كمان عدد من اللاعبين المجنسين. الحكم ليش عم نقول من بداية الفيديو أو بالمقدمة عم بحكي عن الحكم بأنه سيء وضعيف شخصية؟ لأنه بكل ما تعنيه الكلمة سيء. والحكم بصراحة يصلح لتحكيم مباراة هواة، مباراة حارات شعبية فقط، وليس مباراة افتتاح دوري غرب آسيا. غير قادر على ضبط المباراة، غير قادر على التحكيم بشكل صحيح، قراراته خاطئة كلها، ما عنده قرارات، أي قرارات صائبة، ضعيف شخصية، غير قادر على ضبط اللاعبين، غير قادر على ضبط تضييع الوقت، استنزاف الوقت. ركلة الجزاء واضحة لمنتخبنا السوري ما عم يتم احتسابها، أكثر من عملية دفع ما عم يتم احتسابها، أكثر من عملية قطع كرة بشكل خاطئ، أكثر من خطأ لمنتخبنا السوري يعني عم يتغاضى عنه حكم اللقاء. طبعا كل هذا الشيء ما بيبرر الأخطاء اللي كنا عم نقوم فيها من ناحية اللعب، من التوزيعات الخاطئة أو التمريرات الخاطئة، لكن بالمقابل كان في سوء تحكيم، كان في ظلم تحكيمي. استغل المنتخب البحريني الشقيق كل هاي العوامل وسجل الهدف الأول بالدقيقة 32 من عمر الشوط الأول. انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البحريني بهدف نظيف. الشوط الثاني نوعا ما بدأ العمل على الخطوط، كنا عم نشوف سيطرة لمنتخبنا السوري في خط الوسط، كنا عم نشوف يعني خلونا نقول انسجام بلاعبين خط الوسط، لكن مع عدم تفعيل الترابط بين الخطوط. يعني ما عم نشوف، يعني مشكلة منتخبنا اليوم لاعبين الوسط، كان في انسجام بين لاعبين الوسط في الشوط الثاني، لكن عدم فاعلية لاعب الارتكاز اللي بيربط بين خط الوسط وخط الدفاع، عدم تفعيل لاعب صانع الألعاب اللي عم يربط بين خط الوسط والمهاجمين، هدول اللاعبين ما كان في عندنا تفعيل لهم، ما كان في التعليمات الواضحة من المدرب لتفعيل هدول المركزين لربط الخطوط. يعني كان واضح الفراغات بين الخطوط، الفراغات بين اللاعبين، يعني أي كرات في ظهر المدافعين كانت قاتلة وكانت مرتدات خطيرة. شوط ثاني طبعا منتخبنا حاول نوعا ما بعشوائية، خلونا نقول الضغط على المنتخب البحريني، الضغط هجوميا، محاولة كسب التعادل وتصليح يعني ما خسره بالشوط الأول، وخاصة أنه مباراة المنتخب البحريني تعتبر مفتاح التأهل، الطريق للدور القادم، خاصة أنه عم نحاول أن نبتعد عن مواجهة المنتخب السعودي، لأن المنتخب السعودي أقوى بمراحل من المنتخب البحريني، وخاصة أنه صاحب الأرض والجمهور. اليوم منتخبنا السوري دخل المباراة بعيد عن كل هاي الأفكار، غير كان جاهز فنيا وغير جاهز بدنيا. فمع محاولاته المتكررة بالشوط الثاني قدرنا نسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد ريحاني في الدقيقة 87. التعادل استمر لثواني معدودة فقط ليسجل فيها البحرين الهدف الثاني. الهدف الثاني بكل أمانة يا شباب هدف تسلل واضح، هدف تسلل بشكل بديهي يعني وواضح بشكل علني لكل من شاهد المباراة، لكل الجمهور، لكل اللاعبين. لكن حكم الراية أيضا ما بعرف، يعني طاقم التحكيم كان سيء بالمجمل، سيء بكل ما تعنيه الكلمة. كنا عم نشوف حكم الراية ما عم يعلن أي شيء، يعني واضح تأثير اللاعبين على الحكام، تأثير اللاعبين على حكم الراية. فرحة اللاعبين كان عم يقابلها جمود من حكم الراية، مع العلم أنه حكم الراية كان
واقف بشكل صحيح، قادر يحكم الكرة والهجمة بشكل قاطع جدا. يعني الحكم الراي كان عم يوقف بزاوية موازية جدا للاعب اللي يستلم الكرة، لكن حكم راي ما كان عم يعلن اي شيء، وبالتالي عم يعتبر هدف صحيح 100%. عم يسجل فيها المنتخب البحريني. عتب كبير اكيد على الطاقم التحكيمي اليوم، في عتب كبير على لاعبين منتخبنا على الاداء السيء، وفي عتب كبير ايضا على لاعبين المنتخب البحريني. يعني الاداء اللي قدموه موازي لاداء منتخبنا، لكن العتب على تضييع الوقت. يعني مو معقول كل كرة تماس، رمية تماس، عم يتبدل عليها لاعب ولاعبين حتى يتم تنفيذ ركلة تماس. كل ركلة تماس عم يروح 40 او 50 ثانية او دقيقة على تنفيذ ركلة التماس. يعني بالدوري السوري، بدورينا السوري، بمواجهة الاندية اللي بتكون في قاع الترتيب، ما بنشوف هذا تضييع الوقت. يعني الدوري السوري حاليا خلونا نكون واقعيين من أسوأ الدوريات العربية، لكن تضييع الوقت اللي يعتبر مضرب مثل بتضييع الوقت هو الدوري السوري. ما عم نشوف تضييع وقت مثل التضييع اللي كان عم يقوم فيه لاعبين المنتخب البحريني. هارداك لمنتخبنا، وألف مبروك للمنتخب البحريني وكل جماهير البحريني الشقيقة. أكيد بنضل أخوة وبنضل أصحاب، لكن الحق يقال، وهذا كان واقع المباراة. برأيي مباراة صعبة راح تنتظرنا يوم الأحد مع المنتخب السعودي. نحن ضيعنا فرصة التأهل اليوم من إيدنا. نتمنى العمل بشكل أفضل على المنتخب، نتمنى نشوف في المنتخب بشكل أفضل بدنيا، أفضل ذهنيا، أفضل تكتيكيا وانتشارا. هاي كانت أغلب التفاصيل اللي كنت حاب أخبركم عنها. انتظروني بفيديوهات جديدة، ما تنسوني من دعمكم. تقوا بخير وصحة وسعادة. السلام عليكم.